بجد التحية مرة ثانية لحضراتكم. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا ومنورنا النهاردة في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ فاتن، وصباح الخير على كل مشاهدي صدى البلد، وسعيد إني معاك النهاردة يا فندم. أنا أسعد أشكرك. خلونا نبدأ أخبارنا النهاردة مع حضراتكم، وهنتكلم فيها عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه امبارح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتأسيس البنية الكهربائية للمشروع العملاق الدلتا الجديدة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع استعرض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة 2,200,000 فدان وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع علشان يستوعب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية. تم عرض استكمال أعمال البنية التحتية كمان لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلا، بما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا. المتحدث الرسمي أضاف كمان أن وزير الكهرباء استعرض مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، علشان يبقى فيه تنويع لمصادر إمدادات الطاقة اللي بتعتمد عليها عملية التنمية في مصر. الخبر ده الحقيقة أنا يعني شايفة فيه حاجتين وعايزة حضرتك تقول. فكرة إن إحنا بنعمل النهاردة لبكرة وبعد 10 سنين، يعني إحنا كنا زمان نعمل المشروع اللي هو إيه يعني يلا هيمشي، النهاردة إحنا بننفذ المشروع علشان سنوات جاية أحمال وشبكات تتحمل اللي هيحصل في السنوات القادمة. شوف فاتن، أنا أعتقد إن إحنا خلينا نرجع لورا كده 7 سنين. يعني أو 8 لما كنا نستخدم الموبايل اخترعنا له وظيفة تانية. صحيح. وهي الإنارة. صح. أصبح الموبايل مش الكلام، أصبح كانش عندنا كهرباء، يعني العمليات كانت بتتعمل على كشافات الموبايل. يعني أنت تخيلي الصورة دي، بس عشان إحنا للأسف يعني أحيانا بننسى. تخيل الصورة دي وتخيل الصورة بعدها مثلا ب4 سنين وتخيل الصورة دلوقتي. صح. يعني أنت بتتكلمي في خلال أقل من 7 سنوات لدولة بتعاني عجز شديد في إنتاج الطاقة الكهربية، إلى دولة حققت اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربية. صحيح. إلى دولة مركز إقليمي، إلى دولة مصدرة للكهرباء. يعني كل ده ما جاش من فراغ، يعني صحيح. كل ده جاء بعد مجهود، بعد إرادة، بعد تصميم، بعد تخطيط سليم، أهم شيء بعد رؤية، وده اللي احنا كنا دايما بنفتقده خلال العصور خلال 30-40 سنة اللي فاتوا قبل تولي الرئيس السيسي. صح. فكرة الرؤية، انت باصص للبلد دي ازاي؟ صح. يعني هل انت تقود هذه البلد ام انت موظف في هذه البلد بدرجة قائد او درجة رئيس؟ فبالتالي هناك فرق كبير جدا. ده في مجال واحد انا بتكلم، بس في مجال الطاقه. مجال الطاقه الان انت بتتكلمي انتاج مصر من الطاقه دلوقتي الكهربائيه اللي كان تحت ال 25,000 مليون ميجا وات، دلوقتي على بتتكلمي على 60,000 ميجا وات. يعني بقى حاجه يعني بتفيض على احتياجاتك. فبالعكس انت دلوقتي بتتكلمي على ربط كهربائي مع السعوديه، مع السودان، مع الدول المجاوره، كمان اوروبا. صحيح. كمان في اوروبا. يعني انت يعني الصوره الناس مش متخيلها كانت ازاي. احنا كنا بنعاني، كنا بنشوف ازاي يعني الظلام اللي احنا كنا بنعيش فيه، والطاقه اللي ما كانتش بتكفي، والدعوات والترشيد. ولو تفتكر كمان استاذ عادل في بدايه حاجة. اول حوار للرئيس السيسي بعد توليه الحكم هو اتكلم عن ملف الطاقه تحديدا، لانه كان بس من الامور الصعبه. بص يا استاذ فاتن، انت من غير بنيه اساسيه وبنيه تحتيه قويه مش هتعمل اي حاجه. اولا مش هتقدر تبني دوله، ده نمرة واحد. اتنين، مش هتقدري تحققي اللي انت بتسعي ليه، اللي هو ان تكوني دوله جاذبه للاستثمارات. صح. جاذبه للسياحه، يعني جاذبه لاي شيء خارجي، علشان يلاقي رافد مهم من روافد البنيه التحتيه هو الطاقه الكهربائيه. انا لو هاجي اعمل على سبيل المثال المشروع الضخم جدا جدا اللي من يومين تم الاعلان عنه بتاع مجمع البتروكيماويات. صحيح. اللي في 7 مليار دولار، ده مش محتاج كهرباء؟ صح. انا بس بتكلمك على حاجه واحده. على حاجه واحده. انت
طيب المستثمرين اللي جايين يعملوا المشروع ده اكيد بالتاكيد عملوا دراسات كبيره جدا، دراسات جدوى. اولا الكهرباء، صحيح، هل هناك كهرباء تكفي تشغيل هذا المشروع الضخم جدا؟ كلمة على استثمارات 7 مليار دولار. ده بديكي بس مثل واحد. فبالتالي اذا ما كانش عندك بنيه اساسيه تحتيه قويه ومنها الكهرباء مش هتقدر تعمل اي حاجه. ومشروع الدلتا الجديد انا بتكلم بقى، تعالى بيتكلم عنه، ادي بتكلم في البنيه. الحمد لله تتكلمي دلوقتي على حجم الطاقه الكهربائيه اللي بقى عندك. مش كده بس، انت بداتي كمان تنوعي في مصادر الطاقه بتاعتك. ما اصبحتيش بتعتمدي فقط لا غير، رغم ان احنا عملنا 27 محطه كهرباء، واحنا شفنا طبعا المحطات العملاقه الكبيره اللي اتعملت خلال السنوات اللي فاتت، سواء في العاصمه الاداريه او سواء في البرولس او بني السويف او الجنوب او لاخره، وغير محطات صغيره 27 محطه. انت بدات كمان التنويع للطاقه المتجدده او الطاقه الجديده اللي ذكرها الهيدروجين الاخضر. يعني احنا اصبح عندنا الطاقه الشمسيه بنعتمد عليها، وعندنا اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم اللي هي محطة بنبان في أسوان. وأصبح دلوقتي عندنا إنتاج أكثر من تقريبا 2000 ميجا وات من الطاقة الشمسية. صحيح. الطاقة المائية، واخد بالك، طاقة الرياح، كل ده بيساهم في شبكة قومية للطاقة الكهربائية. الطاقة الجديدة بقى الطاقة الهيدروجينية، وده مهم. يعني أنت بتتكلمي في تنوع مصادر الطاقة. طيب لما أجي أعمل مشروع ضخم جدا، حياة جديدة، في مشروع الدلتا الجديد 2.2 مليون فدان، شوف هتستوعب آلاف العمال والسكان. ودايما الرئيس في المشروعات أسعف فتحي السيسي في مشروعات الزراعة مش مجرد غيطان وحقول وشجر وخضرة، تتكلم عن مجتمعات متكاملة. صحيح. بالتالي هذه المجتمع المتكامل محتاج بنية أساسية. صحيح. من أهم وركائز البنية الأساسية إيه؟ هي امتداد الكهرباء، عشان حاجات كتيرة جدا مش الاستخدام الشخصي بس. صح. أنت مجتمع متكامل، يعني في مصانع وفي مشاريع ضخمة واستثمارات كبيرة جدا فيه، فبالتالي لازم توفر له الطاقة وفقا كمان للمعايير الحديثه، زي ما كان بيتكلم مع وزير الكهرباء وما رئيس الوزراء. فتكلم عن حياه اخرى، الحياه الثانيه النظره المستقبليه. يعني بصراحه بيعجبني في يعني في القياده السياسيه الحاليه، هي دايما بصه لقدام، بصه لقدام، خارج المربع التقليدي. صحيح. يعني بنتكلم احنا بالفعل بتفكير مستقبلي، وده اللي وصلنا للحاله اللي احنا فيها دلوقتي. صح. يعني انت بتتكلمي دلوقتي كمان عن مستقبل منطقه الساحل الشمالي. المنطقه دي اللي كانت في يوم من ايام من الاف السنين هي مخزن غلال. صح. العالم، يعني اخصب منطقه هناك، عشان كده الرئيس اختار انه يتعمل فيها 2.2 مليون فدان. صحيح. وقابله للزياده. اذا المستقبل كمان الطاقة في التوسعات اللي هتحصل أو اللي بتحصل في منطقة الساحل الشمالي، بس عشان زيننا ما يروحش الساحل الشمالي على الكومباوندات أو كم قرية سياحية. لا، أنا بتكلم على في مشاريع ضخمة جدا، عندك مدينة العلمين ومدن تانية. صحيح. وتجمعات ومشاريع استثمارية ضخمة جدا مستقبلية يتم الكشف عنها، فبالتالي أنت محتاجة طاقة كهربائية. كل ده شيء مبشر جدا. ده بيأتي من خلال منظومة عمل متكاملة وتخطيط ورؤية وإرادة، إرادة سياسية حقيقية قادرة على التنفيذ. صحيح. خلينا يعني هكمل نفس الكلام، لأن الحقيقة الخبر برضو متعلق بفكرة استمرار عمليات التنمية وبتوجهات رئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أنه سعيد بتفقد القطار الكهربائي اللي هيربط المنطقة بشرق القاهرة وربط المدن والتجمعات الجديدة، وأشار أن المشروع العملاق بيمثل نقلة نوعية للنقل الجماعي في مصر، وقال كمان أنه تم بدء التشغيل التجريبي أو سيتم بدء التشغيل التجريبي في الأشهر القليلة القادمة، وقال أن المرحلة الأولى استغرقت حوالي 2 عام فقط، التنفيذ على أعلى مستوى من المواصفات والجودة، وهيكون جاهز لنقل عدد كبير من المواطنين مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة تقريبا 1800 راكب في الرحلة الواحدة.
رئيس الوزراء كمان تفقد ورش القطار الكهربائي السريع، استقبل نموذج اختبار للقطار الجديد، تفقد عدد من المحطات الجديدة بداية من محطة هليوبلس الجديدة. كتير قوي كنت بقول هو ايه اللي هيحصل عشان نربط العاصمة الإدارية الجديدة والتجمعات السكنية اللي بتحصل هناك بمثلا منطقة القاهرة، المهندسين، اكتوبر، الناس دي هتتنقل ازاي المسافة دي مع تخيل وجود القطار الكهربائي اللي هو كان حلم برضه اللي هو يبقى عندنا اللي ده كنا بنشوفه بره او في الافلام وايه ده بيتعمل ازاي الناس دي بتعمل ايه. صحيح صحيح. فبالتالي انت بتتكلمي برضه على رافد تاني او نقطه تانيه او محور تاني صحيح. مهم جدا من محور التنميه. يعني اللي انت بتعمليه ده كله وفق التنميه المستدامه لرؤيه مصر، وفق رؤيه الامم المتحده او برنامج المتحده 2030. بالعكس انا شايف ان احنا كمان باصين لاكتر من كده. يعني انت يمكن تقرير التنميه البشريه الاخير قال ان احنا حققنا نسبه كبيره جدا من تقرير الامم المتحده. ده انا اعتقد ان احنا داخلين في استراتيجيه 2063 كمان. يعني انت بتتكلمي على مستقبل يعني يتجاوز 2030. فبالتالي انت بتعملي شبكه انه احنا تعودناش للاسف في السنوات اللي فاتت على المستقبل. احنا كان دايما كل همنا احنا باصين تحت رجلينا. صح. ده هو طريقه الامثال، عشت النهارده او حين النهارده وميت بكره والكلام ده. الناس مش متخيله ان انت شكل الدوله دي هيبقى عامل ازاي بعد سنوات قليله. بالمناسبه ما بتكلمش على 20 30 سنه ولا ببيع احلام للناس زي الرئيس بيقول او كده، بتتكلم على سنوات. وبعدين انت شايف اللي بيحصل، المنجز اللي بيحصل. صح. ما يحدث في شبكة الطرق أو في مجال الطرق، خلينا نقول قطاع النقل ومشتملاته كله. في قطاع النقل كله مشتملاته، ده ثورة جديدة، ده ثورة نقل جديدة في مصر. صحيح. يعني ربما لم تحدث من 60 70 سنة هذه الثورة، بالعكس بل تفوقت عليها. حتى لو اتكلمنا على مجال الطرق العادية، أنت دلوقتي حياة أكتر من، يعني كان في رقم مش عارف ازاي ولا 9000 كيلو متر مربع. يعني ضعف الشبكه القديمه طوال 200 سنه مثلا. احنا بنتكلم في 7000 كيلو لكن هم على الارض وصلوا اكتر كمان وهيزيد. ان احنا شفنا الرئيس بيتفقد القوس الشرقي. صحيح. تخيل بقى القوس الشرقي والقوس الغربي، كل ده هيربط مصر يعني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ازاي مع الطرق المتفرعه منها. يعني حاجه مهوله جدا في قطاع النقل في الطرق. بنتكلم على القطارات، يعني الشبكه القديمه خلاص، الشبكه يعني اكل عليها الدهر والشر زي ما بيقولوا. ورغم ذلك حصل فيها تطور جديد. صحيح. لكن في النهايه انت من 1856 مثلا اقدم شبكه سكك حديث. بالظبط، من 1856 انت دلوقتي بقت بلد. ودايما واعتقد دلوقتي القياده برضو اسرع تنميه تحدث على محطات السكه الحديد. صحيح. دي زي ما بيقولوا طرق ثابته. صحيح. بمواعيد منتظمه، فبالتالي بتنشا حواليها المجتمعات العمرانيه. فتخيلي ان انت القطار السريع اللي هيتم من ربط من غرب البلاد لشرقها، تتكلم من قناه السويس للساحل الشمالي. صحيح. الناس برضو، وعشان كده ده دورنا ان احنا يعني ننوه ده، يعني نقول للناس الكلام ده. نوضح له من طريق افلام وثائقيه، من طريق برامج الاخره، ازاي ان انت هتربط من قناه السويس يعني من سيناء يعني. صحيح. لغايه ابعد نقطه في غرب البلاد. ده بالنسبه للطريق. بتتكلم كمان عن مونوريل، يعني حاجه رهيبه. انت بتتكلم جاي كمرحله اولى من المنطقه الصناعيه في اكتوبر. صحيح. عين هيبقى العاصمه الاداريه الجديده والتجمعات مرورا بقى بال، وهيفتتحوا مع العاصمه الاداريه، فده كمان ميزه. يعني احنا مش فتحنا العاصمه وسيبنا الناس يروحوا. انت هتكون بينك وبين من اكتوبر العاصمه الاداريه في ساعه، تخيل. يعني يعني اللي هقول لك اصل العاصمه الاداريه بعيد، ما عادتش بعيد. احنا بنروح العاصمه الاداريه بنرجع اول ما نشوف التجمع نقول ده احنا بقينا في وسط البلد وصلنا. صح فعلا. يعني هي المساله لازم، ده كان يحصل من زمان. صحيح. التوسع الافقي في التربيه المستدامه ده كان لازم يحصل من زمان. صحيح. اتاخرنا كتير، لكن اعتقد في 7 سنوات من وجهه نظري، وده اللي اكده تقرير التنميه البشريه، حصلت معجزه تربيه حقيقيه في مصر. صحيح. ده مش مبالغه ولا مجامله ولا بتاع، انما بتكلم حقيقه على ارض الواقع. صحيح. في ثوره، في معجزه تمت على ارض مصر. خلونا يعني من جوانب التنميه كمان، الحقيقه هو الجانب الاجتماعي والجانب البشري.
ومصر بعد 2011 شهدت تغيرات اجتماعية كتيرة جدا، وعلى المستوى الإنساني بتحس إن في حاجات كده إيه بدأت إنها تتغير في مشاعر الإنسان. الحقيقة الكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد كتبت مقال يعني رائع على المستوى الإنساني. يعني أنا شخصيا لما شفته هي بتتكلم عن مشاعر لناس كتير قوي، هي كان باب عنوان نعم تغيرت. الحقيقة الأستاذة إلهام كتبت في مقالها وكشفت عن روشتة كده للحياة الهادية، ممكن نقول يعني مش عايزين نكبرها في السن، لكن الحقيقة هي كتبت تجربة مختلفة عن مشاعر إنسانية كلنا بنعيشها، حتى الناس اللي لسه سنها يعني صغير. بس هي الحقيقة بتقول أنا اتغيرت، أصبحت أبتعد بهدوء عن الناس الذين لا يقدرونني فبالتالي لا يعرفون قيمتي، لكنني أعرف جيدا من أنا وأصبحت لا أهتم لمن يخذلني، فأنا أعلم أن الله يصرفهم عني لأنهم لا يستحقون أن يكونوا في دائرة أهل الفضل، بل وإنهم طردوا من باب الإحسان وتولوا معرضين. أصبحت أتعامل ببرود مع من يحاول أن يستفزني كي يدخلني في جدل عقيم، لن يبقى من الجدل أي شيء، وأنا لم أعد أتحمل فأقول أنت صح وأنسحب بهدوء. لقد توقفت منذ مدة عن مساومة بائع الفواكه والخضار، فبالنهاية لن تزيدني بعض القروش غنى، لكنها قد تساعد ذلك البائع المسكين على توفير مستلزمات لأبنائه. كما أصبحت أدفع لسائق سيارة الأجرة من دون انتظار الباقي، بل وأتعمد أن أدفع أكثر، فقد تضع المبالغ الإضافية ابتسامة على وجهه، على أي حال إنه يكد من أجل لقمة العيش أكثر مما أفعل أنا اليوم. وتواصل أبو الفتح عرض باقي نصائح وأضافت أصبحت أؤمن أنني لست مسؤولة عن الكون ولا أشبه الرجل الذي يحمل الكرة الأرضية فوق ظهره أطلس العالم. تعلمت عدم انتقاد الناس حتى عندما أدرك أنهم على خطأ، فبالتالي لم يعد يهمني إصلاح الناس وجعل الجميع مثاليين. إن السلام مع الكل أفضل من الكمال الوهمي. أصبحت أمارس في المجاملات بسخاء وحرية، إذ تعلمت بالخبرة أن ذلك يحسن المزاج ليس فقط لمن يتلقى المجاملة ولكن لمن يجامل أيضا، خاصة بالنسبة لي. تعلمت ألا أنزعج عن تجعد يحدث على قميصي أو اتساخ فيه، فقوة الشخصية أهم بكثير من المظاهر. تعلمت أن أعيش كل يوم بإيجابية وأطور في عملي، وشعاري فليغرسها، أعمل كل ما يجعلني أشعر بالسعادة وأستمتع بحياتي، فالعمر يمضي وأولادي جزء من حياتي وليس كل حياتي. تعلمت أن أستمتع بعلاقتي مع الله وأكثر من طاعتي، فبعد موتي كم تذكرونني وإلى متى؟ وبالتالي فهمت أنني أنا المسؤولة عن سعادتي في الدنيا والآخرة. هذه روشتة للحياة الهادئة الناجحة من سيدة واضح أنها ذات خبرة كبيرة بالحياة. الحياة هي لخصت، عارف اللي هو يعني استاذ الهام عملت كده حاجه رائعه. احييها وعلى الفلسفه الجميله دي وحاجات بسيطه، وهي اذا قدرت تعملها بالفعل احنا كلنا الحقيقه محتاجين نعملها. نتمنى ان نكون هذه السيده ان هي بالفعل بتحاول بقدر الامكان انها تخلق حياه خاصه بعيدا عن منغصات الحياه الكتيره جدا. صحيح. اللي هي تفتكر الشباب يستوعب يعني انا رايي ان احنا لو استوعبنا الكلام اللي هي قالته من مرحله مبكره هيفرق كتير على المستوى المجتمعي. على فكره دي يعني زي ما كانوا بيقولوا عليها ارشادات بنتعلمها، واحنا اسلامنا والدين يعني والاديان السماويه كلها بتقول كده. ارشادات كنا بنتعلمها بالمناسبه، احنا ليه اتعلمنا القسوه كيف اتعامل الاخر. صحيح. يعني كيف اتعامل الاخر هي النشاه، يعني انت اتعلمت من النشاه حاجات كنا بنتعلمها. دلوقتي لو عملتيها ولادك يضحكوا عليك، يعني صح. انت مدخول على ابنك تلاقيه ماسك البتاع ده عمال يلعب وقاعد وانت داخل عليه عادي وكانك انت مش ما جيتيش اصلا. يعني كنا ايام زمان لو بابا دخل نقوم ننط، ننط احنا نفضل واقفين لغايه لما يخرج بابا يقعد او ابويا زي ما كنا بنقول يقعد وبتاع وياخد وضعه ويستقر وبعدين نقعد ونقعد برضه باحترام الى اخره. اللي ماشي في الكبير ما تتجاوزيش الكبير، ما تقعديش قبل ما تقعد الكبير، ما تخشيش بيت حد
تقعدي في مكان كاشف للبيت، تستني هو لما يقول لك تقعدي فين، حاجات كتيره جدا باللي هي بتقولها ديت، حاجات بسيطه جدا ممكن تخلي حياتنا افضل واهدى، حياه اجمل وافضل. انما وبعيدا يعني عن فكره الصراع يا استاذ عادل، اللي احنا بقينا كل واحد عمال ما تعرفش هو بيتخانق على ايه ولا بيصارع على ايه، يعني الدنيا مش مستاهله. حاله صراع. اتمنى ان انت برضو ما ننساش ان احنا في حاله مخاض اجتماعي. صحيح. يعني طول الوقت احنا ما بنهداش. صحيح. خد بالك انت برضو مش هتعزلي العادات والتقاليد والسلوك الاجتماعي عن متغيرات سياسيه. صحيح. ممكن تحصل طبعا. بعد متغيرات حروب الى اخره، يعني بعد كل حروب في عادات وتقاليد جديده ثم ترجع تستقر مره اخرى وهكذا. احنا برضو السنوات اللي فاتت يعني مصر شافت بس ده كمان دور يعني الكتاب والمثقفين والفنانين، اعاده حاله الهدوء للمجتمع يعني المصري. ده مهم عوض، عشان كده بقول انه الوعي ده مهم جدا. الثقافه عليها دور، ان الجهات المعنيه والوزارات المعنيه بالعقل. صحيح. وبالتربيه وبالتنشئه عليها دور مهم جدا. في التنشئه الاول، التعليم ده ممكن نتعلمه يعني. صح. معلش احنا كنا في الابتدائي برضو بناخد يعني زي ما بيقولوا ايه تقاليد اساسيه. صح. الاول في مساله التربيه. صح. ازاي الواحد يحافظ على الشجره، يحافظ على الورد، يحافظ على الشارع، يحافظ على البيت، يحترم مدرسه، يحترم باباه، يحترم الاصول، الحاجات البسيطه جدا. صحيح. يعني لا تجادل، يعني مجادله في الحاجات البسيطه وقارك. دي بالظبط. صح. يعني في حاجات صغيره ممكن لو تخلصنا منها الحياه هتبقى سعيده، بس طبعا ده محتاجه جهد يعني. عارفه. صحيح. هي فلسفه جميله، اتمنى ان احنا نكون. هو احنا عموما لن ننجح يعني على المستوى السياسي والاقتصادي الا لما ننجح اجتماعيا، فانا بالزبط. بتمنى الحقيقه ان كتابنا ومثقفينا وفنانينا يعني يدوا جرعات يوميه من الحاله الاجتماعيه دي ومن الهدوء الاجتماعي، ربما تتغير ما افرزته او يعني اللي حصل بعد 2011. اظن انه يعني ان شاء الله نكون يا رب لما في حال استقرار اقتصادي. صحيح. والناس زي ما بيحصل في المشاريع دي دلوقتي، والناس شايفه انه عوائد التنميه بترجع لها. صحيح. مش واقفه عند منطقه معينه، اعتقد انها ده بيأثر كمان في السلوك الاجتماعي. صحيح. خلونا نروح لخبر اخر من وزاره التخطيط، وبيتكلم عن ان المراه بتستحوذ على النصيب الاكبر من القروض والتمويل متناهي الصغر. دكتوره شيماء سراج رئيس وحده التخطيط والتنميه الاقتصاديه قالت خلال مشاركتها في المنتدى السنوي السادس للمبادره العربيه للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الاميه، قالت ان الحكومه بتستهدف من خلال عدد من البرامج الطموحه خفض معدلات الاميه، واوضحت ان البرامج اللي بتقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتستهدف زيادة قدرات المرأة المصرية على المستوى العلمي والإداري والقيادي، وده بيتم من خلال البرامج المختلفة المقدمة من الجهات التابعة للوزارة. المبادرات الخاصة بالمرأة واللي بيتم تقديمها في الدولة سياسيا واجتماعيا هدفها تمكين المرأة. حضرتك شايف ده ازاي النهاردة؟ لا بالعكس، انا شايف اهتمام كبير جدا بصراحه بدور المراه. يعني المراه نص المجتمع، واعتقد انه في العهد الرئيس السيسي ما اصبحش شعار، يعني طول الوقت احنا قلنا عليه شعار، لا ما اصبحش شعار بالعكس. يعني انا اعتقد انه ما اللي اتعمل للمراه من تشريعات ومن قوانين ومن تنفيذ يعني برامج على واقع الارض، اعتقد يفوق كثير جدا ما حدث في سنوات سابقه. اتكلمنا على الجانب الاجتماعي وده كان جانب مهم جدا بالمناسبه. انا عندي طاقه معطله وهي المراه. يعني انا عايز اقول لك رقم، انه عندنا 12 مليون امراه معيلة. صحيح. يعني هي اللي بتتولى الانفاق، هي اللي شايله المسؤوليه، هي اللي شايله المسؤوليه. تخيلي 12 مليون، يعني نسبه برضو تتكلم على طبعا. حوالي 12% او 11% من اجمالي عدد السكان. فبالتالي ده رقم مهم جدا. فهذه وخلي بالك وكلهم يعني نماذج قادره على العمل. فبالتالي صحيح. انا اعتقد لما الدوله تتوجه لهم بقروض ومنح والعمل مشروعات صغيره، مشروعات متناهيه الصغر في اطار منظومه وفق معايير واشتراطات، منها التعليم على سبيل المثال، التعلم ومرحلة الاميه، اعتقد ان احنا حققنا قفزه يعني اولا اجتماعيه واقتصاديه. هناك دول نهضت على اكتاف المراه بالمشروعات الصغيره متناهيه الصغر. يعني انا اعتقد انه زي تجربه البرازيل او تجربه الصين، يعني المشروعات الصغيره، المشروعات المتناهيه الصغيره، وتحديدا المراه وبنجلاديش ايضا، دكتور محمد يونس،
اعتمد على اقراض المراه وتنميه المراه ودعم المرأة من خلال المشروعات الصغيرة والتنمية والمشروعات المتنمية الصغيرة من خلال بنك الفقراء بالجنش، وحقق طفرة رهيبة جدا. أنا من وجهة نظري الرهان على المرأة، يلا خلينا أقول الرهان على المرأة رهان ناجح جدا. صحيح. ونعتقد إنه لا احنا هي أثبتت كده يا أستاذ عادل بدون تحيز. يعني شوف المرأة المصرية عظيمة. أنا قلت خلاص ما حدش يقول عظيمات مصر. فنعتقد إنه البرامج تقدير المرأة برامج اجتماعية زي تكافل الكرامة على سبيل المثال، يعني مشروع في غاية الأهمية. بالتأكيد أي مشروع جديد تجربة جديدة بيكون هناك يعني بعض الأشياء وتعالج. مفيش أعتقد كل ما تقدم الزمن في التجربة والعمر التجربة كل إن إحنا بالفعل بنعالج أي يعني جوانب يعني عرضية للمشروع. إحنا شفنا إنها بتحقق نجاح كبير جدا. مسألة الاهتمام الدولة والحكومة بدعم ومنح وإعطاء المرأة منح وقروض أكثر من تقريبا كريم على 10 مليار جنيه. صحيح. للمرأة فقط، واخد بالك؟ فكل ده بياتي كل ده ليه الدولة عاملة ده؟ لأنها شافت ثمار الدعم اللي قدم للمرأة في تكافل الكرامة أو في غيره. إضافة البرامج الصحية كمان كريم، ولازم يكون يعني الدولة القوية أو المرأة اللي تشتغل لازم يكون برضه صحتها كويسة. صحيح. قدمت برامج صحية مهولة جدا للمرأة. صحيح. أعتقد اهتمام كبير جدا. يعني مش عايزين نقول على السياسة طبعا والبرلمان لسه يعني لسه احنا طمعانين ان يبقى في حاجات تانية يا استاذ جاي كتير وست وزيرات يعني احنا لسه طمعانين ربنا يزيد ويبارك. طول ما سيادته موجود والرئيس موجود ودعم للمرأة المصرية احنا بنتطلع للأفضل. على قوة جبارة. صحيح. هي الأم وهي الأخت هي المربية هي الزوجة هي. صحيح. هي المتحملة. خلي بالك عايز أقول لك إن دي المرأة هي عارين العادات والتقاليد. حامية حائط الصد للعادات والتقاليد. ده حقيقي. هي حامية المجتمع حقيقة يعني. ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري رئيس تحرير التنفيذي ليه اليوم السابع، نورتنا وشرفتنا يا فندم. الله يخليك يا فندم وسعيد وكل سنة طيبين. وحضرتك طيب. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا في عناوين الصحف والمواقع الإخبارية. هسيب حضراتكم دلوقتي مع تقرير من حي الخرنفش في يعني في منطقة المعز لدين الله الفاطمي، وبعدها هنتابع فقراتنا وخاصة فقرتنا الرياضية الثابتة معاكم يوم الأحد والزميل. سيب حضراتكم.